موكب العشق إلى أرض طوس الموكب اقبل سلامي مني إمامي اقبل يا ورد عيشا برعين في السلا يا نسمة الريحان فوق القافلة يا يا نسمة الريحان فوق القافلة يا قم يا مشهد يا مناضلة فأخبرينا عن عظيم المنزلة يا ورد عيشا برعين في السلا يا نسمة القافلة يا قم يا مشهد يا مناضلة فأخبرينا عن عظيم المنزلة صلاة في الدعاء عن جموع من جرى عن تسابيح إذا قرأت جهد البشر عن صلاة في الدعاء عن جموع تسابيح إذا قرأت جهد البشر عن تسابيح إذا قرأت جهد يا ورد عيشا برعين يا نسمة الريحان فوق القافلة يا قم يا مشهد يا مناضلة عن صلاة في السحر عن جموع من جرى عن تسابيح إذا قرأت جهد البشر وأخبريني
وعن كرامات السماء النازلة يا ورد نيشابور عيني أسئلة يا نسمة الريحان فاق القافلة يا قم يا مشهد يا مناضلا فأخبرينا عن عظيم المنزلة أخبرينا بالكرم يا مفاتيح كيف تشفى الروح من كل داء وسقم أخبرينا بالكرم يا مفاتيح الحرم كيف تشفى الروح من كل داء والكرامة بالإمام فقط والكرامة في باب الحرم قد رجد الشعر فمي في باب الحرم قد رجد الشعر فمي جاء الصوت من قبول قال ألا قوم جوي يا ابنة خير الحرم قبورا باب الحرم قد رجد الشعر فمي كأن الصوت من دخول قال ألا قوم الجوي يا ابنة خير الحرم قبورا في خراسان لك العم كسا صنع الله به نصرا مؤسا ألا قوم الضري هذه قباب المرمر كنت سحدا وكم حر مضى دار الحسين والرضا فهذه خطابهم كل عام تتوالى ألا قوم انظري هذه قباب المرمر حتى كربلاء تتعالى وكم حر مضى دار الحسين والرضا هذه خطاهم كل عام تتوالى شرف الله وسقاهم من يديه
بك شرف الله الموقنين بحيدر وسفاهم في يديه حوض كوثر وسقاهم من يديه حوض وجاءت شعوب العالمين لتلقي سلام الحرمين وجاءت شعوب تلقي سلام الحرمين إمام قضى بالثمه إمام ذبيح الألقم إمام يفيض علمه بحورا لكل الأمم إمام وراء قلبه جراح تفيض بالدم وجاءت شعوب العالمين لتلقي سلام الحرمين إمام قضى بثمه إمام ذبيح الألقام إمام يفيض علمه وحورا لكل الأمم إمام وراء قلبه جراح تفيض بالدم مقامة من الله رفيعة لمن جاءت على الطف ضلوعا مقامة من الله رفيعة لمن جاءت على الطف ضلوعا لمن ذابت حجره من سموم فما أعظم تلك الفجيعة فما أعظمها تلك الفجيعة.